صافر كان رايح بقصب حلال، قصب شريف على ضيعة بالسويدة، كان رايح يخطب بنت. طلعت هاي البنت متعاملة مع فئة معينة من جماعة اللي بياخدوا الشخص وبيبتزوا أهله أو بيقتلوه. هي هي القصة كلها. ما أنا أول واحد ولا آخر واحد. اليوم حكونا وطلبوا مبلغ كتير كبير، يا بيقتلوا. قلت لهم أنا مسلمه لرب العالمين باسمي وباسم أهلي عم أحكي، بس بتمنى هالفيديو يصير مثل هالفيديوهات اللي عم تصير عن طريق السوشيال ميديا، بلكي لعل وعسى رب العالمين بيهيئ لنا خير عن طريق هالنت لما بنستعمله بشكل صحيح. ما عم قلكم تسووا مشاركة لهالفيديو لأجل انه ننشهر ونجمع لايكات. الموضوع فيه شاب اللي هو اخي راح صار له يومين، متمني اسمع خبر عنه مو اكتر، هذا الشيء اللي بدي اياه. فبنقول يا رب عن طريق الانترنت بيوصل لشيوخ بني معروف، شيوخ السويدة اللي كلمتهم مسموع، بلكي بنوصل لنتيجة او لحل. ما عم اشحتكم ولا عم اترجاكم، بس موقف صعب، كمية الزعل والقهر اللي جواتي كتير كبيرة صدقا. يمكن مبين علي ما عرفان شو احكي. من كل قلبي بشكر كل شخص، كل شخص حكاني وقدم ايد المساعدة. شعب النبك والله والله بينرفع فيكم الراس، والله شكرا لكل حدا ان كان بالبلد وان كان برا البلد اتصل وقدم اللي رب العالمين بيقدر عليه. بس نحن لهلا بعدنا ما وصلنا لطرف خيط، بس لطرف خيط. انا ما بدي شيء، بدي اوصل بس وينه، ما بدي اكتر. عم اضحك عولاده الصغار، عم قلهم بابا عم يشتغل وبكرة بيجي. بتمنى ما اكون كذاب في نظرهم، وبابا عن جد يكون عم يشتغل وبكرة بيجي. هالولدين مو ذنبهم، وامه اللي هي امي مو ذنبها. هذا الشيء لازم يوقف، كثير ناس راحت، بكفي. عم يطلبوا مبالغ، نحن شباب شغيلة بالبلد، نحن شباب نشتغل لنعيش، بكفي تشليح ونصب وابتزاز. الله لا يوجع لكم أحلى.